يحل عيد الفصح على اللبنانيين هذا العام في ظل وضع اقتصادي صعب جدا. شوكولا بيض الفصح الرمز الأساسي لهذا العيد بات شراؤه أمرا ثانويا بسبب الغلاء الفاحش. التجار يؤكدون أن نسبة الزبائن هذا العام انخفضت حتى 50%، بينما المبيع انخفض حتى 75%. بالحقيقة الأمور كتير تغيرت عن قبل. اللي يبقى ياخد ضيافة بيته مع أنه ياخد أرانجمون أو اثنين أو ثلاثة كادويات لبيت حماه لأهله، بتحس هذا الشيء انفقد بهالأيام. يعني صار عم يشتغل بس عائلته واحدة تقدر يكون عم يكتفي بهالأشياء. بالمختصر أنه أخف الرنوم من قبل من وراء الوضع الاقتصادي أكيد اللي عم نعيشه. قررنا تيضل فيها ولو بطيء الرنوم، كون أنه عم نساعد الزبون كمان نكون عم نشعر معه. يعني خففنا أكيد من الأسعار، من البورسنتاج الربح أكيد خففنا تنقدر نضل نستمر. يعني بالنهاية إن شاء الله تمرق هالفترة وما تطول كتير، تعني الواحد عم نكفي، عم نطلع أكتر للمستقبل مش بس لليوم. ويبقى الأمل أن يكون عيد الفصح هذا خلاصا للبنانيين من الآلام والمعاناة وقيامة للبنان. غسان فران، صوت بيروت انترناشونال.